تحية طيبة سيدات والسادة الإعلاميين في الوكالات الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة. نحييكم بأطيب تحية، نتمنى الصحة والسلامة للجميع. ما تم تداوله هذا اليوم على أن وزارة التربية توقفت عن التعليم الإلكتروني خبر عار عن الصحة. وزارة التربية لم تتوقف عن التعليم الإلكتروني بقدر ما أنه هي مرتبطة بمقررات خلية الأزمة أو اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. هناك عدة آليات وهناك عدة مقترحات وزارة التربية وضعتها، لكن بانتظار مقررات هذه اللجنة، خصوصا بما يتعلق الموقف الوبائي وارتفاع عدد الإصابات وانخفاضها. أيضا هناك بعض المدارس ما زالت في طور تصحيح الدفاتر الامتحانية الخاصة بامتحانات نصف السنة، وكذلك تثبيت هذه الدرجات في السجلات الخاصة بالامتحانات. وهناك أيضا بعض المدرسين لديهم ارتباط بالمراقبة في الامتحانات التمهيدية بالنسبة للمتقدمين على الامتحان الخارجي، وكذلك في لجان التصحيح. بعض المديريات باشرت بإعطاء دروس إلكترونية ضمن الكورس الثاني، فيما أن هناك عدد من المدرسين ما زالوا في ارتباطات أخرى. التعليم الإلكتروني مستمر، وكذلك التلفزيون التربوي ما زال يواصل عمله بشكل جيد من خلال الارتباط المباشر مع الطلبة بتقديم الدروس الموجهة، وبما يخص تحديدا هذه الفترة للمراحل المنتهية صف السادس الابتدائي والثالث المتوسط والسادس الإعدادي بما يخص الامتحانات التمهيدية. نتمنى كل التوفيق لعملكم، وإن شاء الله دائما تأخذون الأخبار من مصادرها الحقيقية، ودمتم بخير وسلام. حيدر فاروق عبد القادر السعدون، الناطق الرسمي لوزارة التربية.